مساء الخير يا شباب. الشباب اليوم نبدأ بالمحاضرة مالتنا اللي هي الموديول السابع من مواضيع الهيدرولوجيا الهندسية لمنهجنا لهذه السنة. من هذا الموديول صعودا راح تكون المواضيع متشعبة أكثر، كل موضوع راح ياخذ له محاضرتين ثلاثة أربعة حسب ما نشوف انه المادة اللي نغطيها او المادة المطلوبة اللي نغطيها. فبداية اليوم راح نبدي بموضوع الهيدروغراف اللي هو الموضوع او الموديول السابع. الجزء الاول من هذا الموضوع اليوم راح نبدي به وراح نغطيه. الهيدروغراف هو شنو؟ الهيدروغراف هو تمثيل او شكل يمثل استجابة الكاتشمنت اريا أو يمثل استجابة المساحة الجابية للمطر. احنا عرفنا انه الكاتشمنت اريا هي سيستم، هذا السيستم يدخل له انبوت تكون داخله بروسيسنج معينة ويطلع من عنده الاوتبوت اللي هو الران اوف. الانبوت مالتنا هو المطر، البروسيسنج مالتنا عرفناها العمليات اللي تشتغل داخل الكاتشمنت اريا، والاوتبوت اللي هو عندنا الران اوف. فهذا الهيدروغراف او هذا الشكل هو راح يمثل لي هذه المنظومه كلها او هذه العمليه كلها، عمليه استجابه الكاتشمنت اريا او نسميها الريسبونس للانبوت مالتنا اللي هو الرينفول. هذا شكل الهيدروغراف مثل ما تشوفوه مثل ما تلاحظوا قدامكم هنا يتكون او يشمل او يوضح او يبين الثلاث أشكال من أشكال السيح السطحي. الشكل الأول أو الجزء الأول هو السيرفس ران أوف، هذا اللي يمثل لي الجزء اللي فوق الخط المنقط. هذا الخط المنقط هو الانفلتريشن ريت أو هو هذا الحد الفاصل بين البيس فلو، راح نجي عليه شنو هو البيس فلو، وبين الدايركت ران أوف. فالجزء اللي فوق هذا الخط المنقط راح يمثل لي السيرفس ران أوف. عندي الجزء الثاني اللي هو الانترفلو. الانترفلو هو كمية الماء اللي تجري تحت سطح التربة أو تحت سطح الأرض، ما تتخلل ما تتغلغل عميقا حتى توصل إلى المياه الجوفية، لا، وإنما تكون دائما قريبة على سطح التربة وتجري بموازاة سطح التربة. وعندي النوع الثالث اللي هو البيس فلو. البيس فلو هو كمية من المياه تجري دائما من اعماق التربه تجري الى المجاري المائيه، الى مجاري الانهار او الوديان. هذا البيس فلو تكون المياه الجوفيه هي اللي مسؤوله عليه، وتكون المياه الجوفيه هي اللي تساهم بالمشاركه باضافه جزء معين من تصريف النهر خلال السنه او خلال الفتره. فمثل ما تلاحظون هنا عندنا هذا الاوفرلاند فلو راح يمثل لي هذا الجزء، وعندي الانتر فلو او الثرو فلو هذا هو اللي يمشي بموازاة سطح التربة، وعندي البيس فلو اللي هو يجيني من الجراوند ووتر ويروح مباشرة من الجراوند ووتر يروح مباشرة إلى الستريم. فهذا هو أجزاء الران اوف الثلاثة اللي يمثلها الهيدروغراف. بنفس الشكل أو بنفس الهيدروغراف راح يتمثل عندي العاصفة المطرية أو تتمثل عندي الزخة المطرية. هذه الزخة المطرية إلها عمق معين، هذا هو العمق المعين كذا مليمتر، وراح تكون إلها الديوريشن أو تكون إلها المدة الزمنية مبينة هنا. فمعناتها أنه هذه العاصفة المطرية اللي جتني هنا هي كإنبوت راح تتمثل بهذا الشكل اللي هو الهيدروغراف. طيب شنو العوامل اللي تأثر على هذا الهيدروغراف او اللي تاثر على شكل هذا الهيدروغراف؟ راح نشوف عندنا اشكال كثيره من هذا الهيدروغراف. كل مساله او كل عاصفه مطريه راح تنتج هيدروغراف معين. لكل مطره او لكل زخه مطريه لها هيدروغراف معين، ماكو زختين مطريتين تنتج لك نفس الهيدروغراف ابدا. هذا شيء مستحيل، عفوا. فالعوامل حتى نفهم هذا الشكل بصوره صحيحه، العوامل اللي تاثر على شكل الهيدروغراف يمكن أن نقسمها بشكل واسع إلى قسمين. أول قسم هو الكلايماتيك فاكتور، يعني العوامل المناخية أو العوامل الجوية اللي هي العوامل الهيدرولوجية البحتة.
اللي مختصة بالعاصفة المطرية، أو تكون مواصفات أو هي خصائص العاصفة المطرية. والثانية هي الفيزيوغرافيكال أو الفيزيوغرافيك فاكتور، هي العوامل اللي تحكمها الكاتشمنت اريا او اللي تحكمها المساحه الجاريه. فهذين العاملين، العوامل الكلايماتيكال فاكتور يعني العوامل المناخيه والعوامل الفيزيوجغرافيه، هي اللي تاثر لي بصوره واسعه وبصوره كبيره على شكل الهيدروغرافي. تفصيل هذه العوامل هي كالاتي: الفيزيوغرافيكال فاكتور او الفيزيوغرافيك فاكتور، ايش نقصد بيها؟ أول شيء عندنا هو البيسنج كاركترستكس. البيسنج كاركترستكس أخذناها وعرفناها سابقا بمحاضراتنا السابقة، تشمل هذا الموضوع أو هذا العنوان، يشمل شكل البيسن. عرفنا أنه البيسن له أشكال معينة وأشكال مختلفة، حجم هذا البيسن اللي هو السايز، انحدار البيسن أو انحدار الحوض أو انحدار الكاتشمنت أريا، النيتشر أوف ذا فالي، طبيعة هذا الوادي، هل هي طبيعة صخرية أم هل هي طبيعة رسوبية أم هل هي طبيعة قد تكون عبارة عن منحدرات أو يعني أو سلوبات تلتقي فيما بينها وتكون لي هذا الوادي. الإليفيشن، المناسيب منسوب هذا الكاتشمنت أريا. الدرينج دينسيتي، هذه عرفناها الدرينج دينسيتي وفهمناها وعرفنا شلون نطلعها. فهذني كلهن العوامل الستة هي مسؤولة أو نسميها البيسين كاركترستكس. هذه من أهم العوامل وراح نجي نشوفها كيف راح تأثر على الهيدروغراف بالتفصيل، وراح نجي نعرف كل عامل من هذه العوامل كيف راح يتأثر بالبيسين كاركترستكس. ثاني عامل بالفيزيوجيوغرافيك اللي هو الانفلتريشن كاركترستكس أو عوامل الارتشاح. معاملات الارتشاح أو خصائص الارتشاح تتمثل عندي بثلاث نقاط. النقطة الأولى هي اللاند يوز اند كفر. الانفلتريشن احنا عرفنا أنه يتأثر باللاند يوز، سواء كان هذه الأرض مغطاة بالغابات أو مغطاة بالأسفلت أو التبليط أو الأربنايزيشن يعني المدن، راح تأثر بصورة مباشرة بصورة كبيرة ومباشرة على الانفلتريشن. السويل تايب اند جيولوجيكال كونديشن. السويل تايب نعرف احنا اذا كانت عندي التربه طينيه راح يكون معامل الارتشاح اقل من اذا كانت عندي التربه رمليه. الجيولوجيكال كونديشن حتى اذا كانت عندي التربه صخريه، لكن هذه التربه صخريه بها تشققات، راح نشوف انه معامل الارتشاح راح يكون عالي في التربه الصخريه حتى اذا كانت صماء، لكن اذا كانت تحتوي على تشققات راح نشوف انه معامل الارتشاح او معدل الارتشاح راح يزيد. الليكس، السوامبس اند اذر ستورج، البحيرات والمسطحات المائيه كذلك راح تاثر على معدل الارتشاح مثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقه. العامل الثالث من الفيزيو جيوغرافيك فاكتورز هو الشانل كاركترستكس، يعني خصائص القناه الناقله او خصائص النهر اللي انت عندك. الكروس سكشن، كل ما كان الكروس سكشن او المقطع العرضي واسع راح يقل عندي قمه الهيدروغراف راح تكون عندي اقل. الرفنس، كل ما زادت الرفنس كل ما قلت السرعه او الخشونه. الرفنس اقصد بها الخشونه، كل ما زادت الخشونه كل ما قلت السرعه. الخشونه تاتي من مكونات النهر، سواء كان عندك حصو او حجر او حتى النباتات، لكل مكون من هذه المكونات اللي تغطي قاع النهر وجوانب النهر راح تكون لها خشونه معينه. والستورج كاباسيتي لهذا الشانل او السعه الخزنيه لهذا النهر كذلك راح تاثر عندي على الهيدروغراف. نجي على الكلايماتيك فاكتور او العوامل المناخيه. اول عامل اللي هو الستورم كاركترستكس، يعني خصائص العاصفه. البريسيبيتيشن، سواء كانت مطر او ثلج. البريسيبيتيشن انتنسيتي او الانتنسيتي بصوره عامه هي الشده المطريه. الديوريشن، الاستدامه مالتها او المده مالتها. الماجنتيود، القيمه مالتها. اند الموفمنت اوف ستورم، لكل عاصفه مطريه عندي انتنسيتي، هذه الانتنسيتي تستمر لفتره معينه اسميها الديوريشن. خلال هذه الديوريشن راح تنطيني كميه من الماء او حجم من الماء اسميه الماجنتيود، ومع هذا انه العاصفه المطريه هل هي تمشي باتجاه الاوتليت مالت البيسن
أم تتجه باتجاه تبتعد عن الأوتليت للبيسن. العنصر الثاني بالكلايماتيك فاكتور هو الانيشيال لوسز. الانيشيال لوسز طبعا يتأثر بالكلايمت كذلك، إذا كانت التربة جافة فراح يكون الانيشيال لوسز عالي، إذا كانت التربة رطبة أو الجو بارد راح يكون الانيشيال لوسز قليل. والإيفابو ترانسبيريشن هو التبخر الناتج اللي حكينا به بمعادلة الووتر بادجت. فهذه كلها هذه العوامل راح نشوفها بالتفصيل، وراح نشوفها كيف راح تأثر عندي على الهيدروغراف. نجي على العامل الأول اللي هو الشيب اوف ذا بيسن أو شكل الحوض أو شكل الكاتشمنت اريا. شكل الحوض يؤثر بصورة مباشرة على زمن الوصول أو الزمن اللازم لوصول الماء إلى منفذ الكاتشمنت اريا أو إلى نقطة المخرج من الكاتشمنت اريا. هو نفس الزمن اللازم لأن تقطع قطرة الماء من أبعد منطقة من الكاتشمنت اريا إلى أن تخرج من الأوتليت للكاتشمنت اريا. فشكل البيسن يأثر لي على هذا الزمن، الزمن اللي تقطع قطرة الماء من أبعد نقطة من الكاتشمنت اريا إلى أن تخرج من الأوتليت. فإذا نلاحظ بالنسبة لهذه الأشكال عندي هذا البيسن هذا شكله، فراح يكون الهيدروغراف بهذا الشكل، يعني القمة مالته جاية باتجاه اليمين. ليش؟ لأن هنا الزمن اللازم للوصول يكون أقل لو كان عندي الـ يعني الكاتشمنت اريا مستدقة من ناحية الأوتليت أو من جهة الأوتليت، فراح يكون المي يحتاج لوقت حتى يتجمع من هذه المناطق العريضة ومن هذه المناطق الواسعة إلى أن يوصل إلى الأوتليت، فراح تكون القمة متجهة نحو الأوتليت. هذا اتجاه القمة سواء إلى اليمين أو إلى اليسار نسميه السكويز. لو كانت عندي الكاتشمنت اريا بهذا الشكل يعني تقريبا متخصرة من الوسط، فراح نشوف انه الهيدروغراف راح يكون بهذا الشكل، يعني عندك موجة واحدة راح تجيك من هذا الجزء، وبعدين تتليها موجة ثانية راح يجيك من الجزء الثاني او من الجزء البعيد، ولهذا راح تكون عندك الهيدروغراف راح يكون عندك بهذا الشكل. هذا فيما يخص شكل الحوض. فيما يخص الحجم او حجم الكاتشمنت اريا، حجم الكاتشمنت اريا او تصرف الكاتشمنت اريا يعني للاحواض الصغيره او للكاتشمنت اريا يعني الصغيره راح يختلف لو كان الكاتشمنت مساحتها اكبر. يعني لما يكون انت عندك الكاتشمنت اريا صغيره، تصرف الكاتشمنت اريا هذا راح يكون مختلف تماما لو كانت هذه الكاتشمنت اريا كبيره. حتى لو افترضنا انه المواصفات العاصفه المطريه او مواصفات الزخه المطريه هي نفسها، فعموما بالكاتشمنت اريا الصغيره راح يكون عندي الاوفرلاند فلو. الاوفرلاند فلو هو المسيطر، يعني راح يكون هذا الجزء هو المسيطر في الكاتشمنت اريا الصغيره. لكن إذا كانت الكاتشمنت اريا كبيرة فراح يكون الشانل فلو هو المسيطر. هذه نقطة جدا مهمة لازم نفهمها من الآن صعودا. لما تكون عندي الكاتشمنت اريا صغيرة فراح يكون عندي الأوفرلاند فلو هو المسيطر، معناته أنه ما راح يكون عندي ارتشاح كبير وما راح يكون عندي فرصة لارتشاح الماء إلى داخل الطبقات الجوفية. لكن لما تكون عندي الكاتشمنت اريا كبيرة راح تكون عندي فرصة أو راح يكون للماء فرصة للارتشاح ومن ثم يتحول إلى الشانل فلو. هذا بالنسبة للسايز وبالنسبة لحجم الكاتشمنت اريا. بالنسبة ل بس بالنسبة للسلوب أو بالنسبة للانحدار، انحدار المين ستريم او انحدار الشانل الرئيسي او النهر الرئيسي راح ياثر او راح يسيطر بصوره مباشره على الفيلوسيتي للفلو، راح ياثر على سرعه جريان الماء بالنهر. سرعه جريان الماء بالنهر هذه طبعا راح تاثر لي على القمه وين راح تكون.
هل راح تكون متجهة إلى اليسار أم راح تكون متجهة إلى اليمين؟ كل ما كانت سرعة الماء في النهر أو في الشانل عالية، راح تكون المياه راح توصل إلى الأوتليت بشكل أسرع، فراح تكون متجهة إلى اليمين. هذا واحد من كثير من الأسئلة الجدلية اللي دائما الهيدرولوجيين يتناقشون بيها، ودائما تصادفنا عندنا في كثير من الحالات. فانحدار النهر أو انحدار الشانل راح يأثر لي بصورة مباشرة على الجزء النازل اللي نسميه الريسيشن ليمب. الريسيشن ليمب راح نجي ناخذها بالتفصيل، هو هذا الجزء اللي هو من النقطة سي إلى النقطة دي، راح يأثر لي على هذا الجزء من الهيدروغراف. فكل ما كان انحدار المجرى كبير، كل ما راح يكون عندي نضوب هذا الموجة الفيضانية اللي هو نسميه quicker depletion of storage، كل ما راح يكون انحسار الموجة الفيضانية أكبر وأسرع، من كل ما راح يكون عندي مكوث الماء داخل الشانل ستورج أقل. ولهذا راح نشوف أنه لما يكون عندي large stream slope، هذا راح يكون عندي الريسيشن ليمب أو هذا الجزء راح يكون عندي أصغر وأقل. في بعض الأحيان دائما نشوف أنه لما يكون، طبعا أنت هذا يعني هذه الجزئية يعني بالذات دائما نشوفها بالوديان الصغيرة، يعني أنه رأسا المي ينتهي ورأسا يتصرف إلى الأوتليت، لكن في الوديان الكبيرة هذا راح يعتمد على السلوب. فكل ما كان عندك ستيبر سلوب of the catchment area راح ينتج لنا large peak discharge. يعني كل ما يكون أنت عندك السلوب عالي، كل ما راح تجيك الموجة الفيضانية أكبر وأسرع من لو كان عندك الشانل سلوب قليل. العامل الآخر اللي هو drainage density أو يعني كثافة المجاري المائية اللي موجودة عندي، هذه عرفنا شلون نحسبها وعرفنا شلون نطلعها. فالدرينج دينسيتي مثل ما قلنا هي تعريفها هي النسبة بين التوتال شانل لينث على التوتال درينج اريا. فلما تكون عندي لارج درينج دينسيتي، لما تكون عندي كاتشمنت اريا بدرينج دينسيتي كبيرة، راح تخلق حالة من نسميها الكويك ديسبوزابل اوف ران اوف داون. يعني شنو معناتها؟ كل ما كانت الكاتشمنت area تحتوي على drainage density كبير، كل ما راح تكون عندي تفريغ سريع للماء أو لحجم الماء من الكاتشمنت area مرورا عبر الشانل أو مرورا عبر الريفر إلى الأوتليت. فلما تكون عندك البيسن أو لما يكون عندك البيسن with smaller drainage densities، الأوفرلاند فلو is predominant، راح يكون عندك الأوفرلاند فلو هو المسيطر، وراح ينتج لي بهايدروغراف سكوات with a slowly rising limb. يعني لما تكون انت عندك، شوف هذه كاتشمنتات اريات اثنين، هذه اول كاتشمنت بيها درينج دينسيتي عاليه، فراح ينتج عندك هايدروغراف القمه مالته متجهه الى اليسار، مع هذا راح يكون انت عندك نسمي هذا الرايزنج limb، هذا او الجزء الصاعد من الهايدروغراف راح يكون عندك واضح وسريع، فيما لو كان عندك انت كاتشمنت اريا الدرينج دينسيتي مالتها قليل، فراح نشوف انه القمه راح تكون اقل، القمه متجهه الى اليمين، الرايزنج ليمب مالتها ما راح تكون حاده مثل لو كانت عندك الدرينج دينسيتي ذات يعني مثل ما تكون عندك الكاتشمنت اريا ذات درينج دينسيتي عاليه. فكثير من الاحيان انه احنا يحتاج نطلع الدرينج دينسيتي، نعرف خصائص الكاتشمنت اريا من هذه الناحيه حتى نعرف ليش انا طلع عندي شكل الهيدروغراف سواء بهذا الشكل او بهذا الشكل. العامل الاخر هو اللاند يوز. اللاند يوز يعني استخدامات الارض. عندي مصطلح ثاني اللي هو اللاند كفر اللي هو الغطاء النباتي. هذني دائما اثنينهن يتراجحن في مكان واحد او يتراوحن في مكان واحد، سواء اللاند يوز استخدامات الأرض أو اللاند كفر.
فلما يكون عندك اللاند يوز، خلينا باللاند يوز، لما يكون عندك انت استخدامات الارض، سواء كانت استخدامات الارض او الارض كانت مغطاه بالنباتات او مغطاه بالغابات، فان هذني العاملين اللي هو النباتات والغابات، هذول راح يزيدون الانفلتريشن، راح يزيدون معامل الارتشاح، او معامل الارتشاح راح يكون عالي لما تكون انت عندك النباتات او الغابات. بالتالي لما يزيد معامل الارتشاح راح يزيد معانا الاستورج كاباسيتي او السعه او القابليه الخزنيه للتربه. لما تكون انت عندك معامل الارتشاح عالي والستورج كاباسيتي عالي، هذا نسميه الريتاردنس، يعني الاحتباس او حبس الماء، حبس الماء او منع الماء للوصول الى الاوفرلاند فلو. يعني انت لما تكون عندك غابه او لما تكون عندك مزروعات وراح تمر بيها كميه مياه، راح نشوف انه هذه الغابه او هذه المزروعات راح تحبس الماء او تحجز الماء لفتره معينه، فراح يكون اللاند فلو عندك متاخر. فكل ما يكون عندك الفيجيتال كفر، كل ما يكون انت عندك غطاء نباتي، هذا راح يقلل البيك فلو، راح يقلل من الجريان الاقصى، او راح يقلل من قمه الهيدروغراف، وراح يكون الهيدروغراف ذو ارتفاع اقل. لما هذا طبعا وين، هذه بالسمول كاتشمنت اريا اللي تكون مساحتها اقل من 150 كيلو متر مربع. على سبيل المثال، لما طبعا هذه بال 150 كيلو متر مربع، ولما تكون العاصفه صغيره او العاصفه نسميها سمول ستورم. بالمجمل بصوره عامه، اذا انت عندك كاتشمنتات اريات بنفس المساحه، وخلي نفترض انه كل العوامل المناخيه وكل العوامل المطريه وكل العوامل الهيدرولوجيه هي متماثله على هذن الكاتشمنت اريا الاثنين، فان البيك ديسشارج يعني الجريان الاقصى راح نشوفه اعلى في الكاتشمنت اريا اللي الها lower density of forest cover. يعني الكاتشمنت يعني البيك ديسشارج راح يكون اعلى في المساحات الجافيه اللي راح يكون الها غطاء نباتي او غابات اقل من الكاتشمنت اريا الثانيه. إذا كل ما زاد الغطاء النباتي، كل ما راح يكون عندك الـ peak discharge أقل. فهذا بصورة عامة يعكس لنا في بعض الأحيان أنه ليش دا تصير عندنا فيضانات، ليش دا تصير عندنا في بعض المدن الكبيرة دائما نشوف على أبسط مطرة قليلة راح يصير عندنا فيضان مثل ما يصير عندنا في بغداد. هذا لأن هو قلة الغطاء النباتي اللي موجود عندنا في المدن، وزيادة المساحات نسميها الامبيرفيوس، يعني الغير نفاذة، اللي راح تزيد لي نسبة البيك ديسشارج. العامل الآخر اللي هو الاربنايزيشن، يعني التمدن أو يعني التمدد العمراني أو التطور الحضري أو البناء العمراني أو البناء الحضري. لما تتحول المناطق من رورال واترشيد، يعني من مناطق ريفية أو من مناطق زراعية، لما نحولها إلى اربنايزيشن، هذا راح يأثر لي أو راح يسوي لي شغلتين أساسيتين من ناحية الكاتشمنت اريا. ده أقصد المسألة الأولى أو الموضوع الأول هو الـ urbanization، راح يزيد الـ amount أو راح يزيد كمية الـ impervious surface area، راح يزيد مساحة المساحات الغير نفاذة. لما يزيد لي مساحات الغير نفاذة، معناته أنه كل كمية الأمطار اللي راح تسقط على هذه الـ catchment area راح تتحول مباشرة إلى عنف، تتحول مباشرة إلى run off. فلما يتحول مباشرة كمية الماء اللي راح تسقط من المطر على هذه الكاتشمنت اريا، إذا كلها راح تتحول run off، فراح حتما يكون عندك أنت فيضان. إيش نقصد بها هذه الامبيرفيوس لاير؟ الامبيرفيوس لاير نقصد بها سطوح الأبنية والمنازل، نقصد بها الكونكريت اللي موجود عندنا في المدن، نقصد بها الأسفلت رود الشوارع،
نقصد بها الباركينج اللي هي المساحات الجراجات وكذا، هذه كلها عوامل راح تأثر بصورة مباشرة على الانفلتريشن، على الارتشاح وعلى السيرفس ريتينشن، كذلك راح تزيد لي السيرفس ريتينشن. السيرفس ريتينشن هي هذه بقع الماء اللي تتجمع وما ترتشح جوا وتنتظر مصيرها بالتبخر او تنتظر مصيرها الى تصريفها الى مجاري اخرى. فكميه المطر اللي المفروض تكون او اللي المفروض او اللي راح تسقط على السيرفس رانوف راح تكون كبيره جدا، وما راح يكون بيها اي فرصه للارتشاح او التغلغل العميق. هذا راح يأثر لي بصورة مباشرة. لما يقل أنت عندك الانفلتريشن راح يقل عندك الانيشال لوسز، كذلك من بعدها راح يزيد الافكت للرن اوف، أو راح يزداد فرص تكوين رن اوف عالي نتيجة لهذا الرينفول. كثير هذه من الأمور احنا نلاحظها، مثل ما قلت لكم أنه دائما احنا كنا نشوفها في بغداد، أنه أبسط مطرة صغيرة قامت تتأثر على بغداد وعلى شوارع بغداد وقامت تفيض المدن. لا أكو حدائق ولا أكو مساحات خضراء داخل بغداد، وكل المساحات الخضراء بدأت تستهلك، كل المناطق الزراعية بدأت تتحول إلى مناطق سكنية، فهذا قام يأثر لي بصورة مباشرة على كمية الرنوف اللي راح تروح إلى الشوارع، بذلك وبهذا أنه البنى التحتية راح تكون غير قادرة على تصريف هذه كمية الأمطار. العامل الثاني أو الأربنايزيشن راح يأثر لي بصورة مباشرة على الناتشرال درينج. الناتشرال درينج أنت لما تكون عندك منطقة مفتوحة أو منطقة خضراء راح تكون بها المجاري المائية واضحة، المجاري المائية الطبيعية أقصد فيها هذه الشانلز الصغيرة راح تكون واضحة بالمناطق اللي هي ما معبدة أو المناطق الزراعية. لما أنت تجي تغير هذا الشانل سيستم او الدرينج سيستم، معناته انه انت غيرت او طورت كل المنظومه، كل البروسيس اللي راح تنقل هذا المي، عفوا مو البروسيس، كل الشانلز اللي راح تنقل هذا المي انت غيرت من طبيعتها، غيرت من السلوب مالتها، غيرت من شكلها، غيرت من قابليه استيعابها، غيرت من مواصفاتها الجيولوجيه، غيرت من مواصفاتها الهيدرولوجيه، كل هذا انت سويته مجرد انه انت حولت المنطقة عندك من منطقة زراعية إلى منطقة سكنية. فإذا نجي نلاحظ، إذا ناخذ الهيدروغراف لمنطقة معينة، لما تكون منطقة زراعية ما بيها urbanization، فراح نشوف الهيدروغراف القمة مالته أو كمية المي اللي راح تجيك راح تكون أقل من الهيدروغراف أو لنفس المنطقة من بعد ما تتحول إلى urbanized. يعني راح نشوف بالان urbanized before urbanization راح نشوف كمية المي راح تجيني هواية أقل من كمية المي اللي راح تجيني بعد الurbanization. هذا رقم واحد. راح نشوف أنه وصول القمة أو وصول الموجة الفيضانية إلى البيك ديسشارج راح ياخذ وقت، هذا هو الوقت إذا أنزل خط هنا من القمة، إذا أنزل خط هنا راح أشوف هذا الوقت أطول من ما لو انزل هذا الخط هنا. يعني اذا كانت الموجه الفيضانيه قبل الاربنايزيشن تجيك بخلي نفترض 3 ساعات، فمن بعد الاربنايزيشن راح تجيك بساعه ونص مثلا. تصريف هذه الموجه الفيضانيه، تلاحظ تصريف هذه الموجه الفيضانيه راح يكون اقل حده. تصريف الموجه الفيضانيه هو الريسيشن لمب، هذا اللي انا دا اقصد بيه. تصريف الموجه الفيضانيه راح يكون اقل من تصريف الموجه الفيضانيه ب الاربنايزيشن. اكو سؤال لحد هنا يا شباب؟ باش نسلم عليه. نعم. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا. شلونك استاذ؟ شو اليوم بين تعبان استاذ؟ ان شاء الله صحه وعافيه. لا لا الحمد لله ما بيش. ليش؟ لا صوتك ما اعرف، حسك تعبان. لا لا بالعكس، بس انا على كيفي لان دا ادري انه الموضوع بيه كتابة هواية، فعلى كيفي ها دا طب تمام. يعني، وما اريد انه يعني احكيها سرد بالانجليزي حتى انت لا اي تدخ تمام بيها، صح فدا تمام. احاول انه على كيفي شوية شوية.
تمام رحمة الله عليك أستاذي. بس أنا يعني إذا كملت المحاضرة على مود استفسار على مود الهوم وورك. اي نعم، ما يخالف، ماشي. أستاذ استفسر علي لو كم بعدك ما نكمل. والله عندي 3 4 سلايدات، خليني اكملهن ونجي على هذا تمام الموضوع ان تمام شاء الله. تمام أستاذ ماشي تمام أستاذ عزيز، ماشي عزيز، ماشي. تمام أستاذ. لحد هنا أنا اكو سؤال يا شباب عن هذه الـ عن هذا الموضوع. هذه الفاكتورات اللي حكينا بيها يا شباب، كل هذه الامور هي كانت الجيوفيزيكس او الجيو فيزيو جيوغرافيك فاكتورز اللي تاثر لي على الهيدروغراف، واللي تاثر لي على طريقه استجابه الكاتشمنت اريا للانبوت مالتها اللي هي المطر. نجي على الفاكتورز الثانيه او على الجزء الثاني من الفاكتورز اللي راح تاثر لي على الهيدروغراف، وهو الكلايماتيك فاكتورز او العوامل المناخيه. العوامل المناخيه مثل ما شرحناها ومثل ما عرفناها هي الانتنسيتي، الشده المطريه، الديوريشن، الاستدامه، الدايركشن اوف ستورم. هذا جدا مهم. الدايركشن اوف ستورم، العاصفه المطريه هي مو واقفه في مكانها. العاصفه المطريه او نعم العاصفه المطريه هي في اتجاه، يعني نسميها هي جيوسباشيال. الجيوسباشيال هي تتغير باتجاه بمكانها وتتغير بالماجنتيود مالتها. يعني احنا نسمع الانواء الجويه عاصفه جايه من سوريا مثلا، اليوم العاصفه بالموصل، باكر العاصفه في تكريت، وصلت العاصفه الى سامره، دخلت العاصفه بغداد، وصلت العاصفه الى الحله، بالكوت انتهت العاصفه. طيب احنا اذا افترضنا هذا اللي هو الموفمنت، هذه جدا مهمه تنتبهون عليها يا شباب، هذا دا اتكلم عن الموفمنت اليوم يعني في هذه النقطه. اذا دا اتكلم انا على عاصفه جايتني من الشمال، من سوريا، من تركيا، هذه العاصفه انت تلاحظها هي باتجاه جريان نهر دجله. باتجاه جريان نهر دجله، خلينا ناخذ نهر دجله هو الشانل الرئيسي يعني. فانت العاصفه هي جايتك من اتجاه الشمال وتتجه باتجاه الجنوب. معناته شنو؟ معناته العاصفه باتجاهها تزيد سرعه، تزيد وصول او يعني تزيد سرعه وصول الموجه الفيضانيه الى بغداد. ليش؟ لان انت هي مطرت بالموصل، يحتاج لها فد 3 ساعات حتى الموجه الفيضانيه تجي لبغداد. لكن اذا هذه الموجه بدأت تمشي من الموصل تتحرك جنوبا نحو صلاح الدين، معناتها شنو؟ معناتها انه انطت فرصه تساعد الموجه الفيضانيه، يعني خلينا نقول باليوم الثاني اذا كان 25% من الموجه الفيضانيه يوصل تكريت، فان العاصفه المطريه راح تضيف نسبه 10% فرضا على الموجه الفيضانيه وراح تخليها في تكريت. فالعاصفه المطريه الموجه الفيضانيه راح يكون قيمتها 35%. هذا لو كان اتجاه العاصفه باتجاه الجنوب. لكن مرات نشوف العكس، ولهذا يعني احنا لما ندرس خصائص العاصفه المطريه، لما اني اعرف انه انا جايتني عاصفه مطريه من خلال الانواء الجويه، اشوف انه انا جايتني عاصفه مطريه من سوريا او من تركيا، انا لازم احسب حسابي انه راح تجيني اقل، راح تجيني بوقت اقل من الوقت المعتاد لها. يعني لو مطرت في الموصل انا اقدر احسب كميه المي اللي راح تجيني. طيب كمية المي اللي راح تجيني راح يسبب لي موجة فيضانية في نهر دجلة. خلي افترض انه انا دا اتكلم من بعد سد الموصل، مو من قبل، مو من ورا سد الموصل. راح تجيني هذه الموجة الفيضانية بعد 3 ساعات، لكن من هي مستمرة وثاني يوم وصلت تكريت ومن بعدها وصلت سامرة، لا معناتها انه انا لازم احسب حسابي انه الموجة الفيضانية راح تكون عندي في وقت اقل من الوقت المعتاد. خلي اخذ العكس، ليش؟ طبعا هذا طب ليش؟ لان الموجه الفيضانيه دا تمشي باتجاه الشانل، دا تمشي باتجاه الانحدار، انحدار الشانل الرئيسي اللي هو نهر دجله. فلما توصل الى الحله، ابو الكوت ما عنده بعد مطر، خلاص الماجنتيود مالتها صارت صفر. لكن خلي افترض العكس، لما تجيني عاصفه من المنطقه الشرقيه او تجيني من الخليج او تجيني من السعوديه وتتجه باتجاه الشمال، معناته انه انت كل ما تمطر الدنيا عليك كل ما انه احتماليه الموجه الفيضانيه انه توصل الى بغداد تكون ضعيفه. فلما تجيك الموجه الفيضانيه من الحدود الشرقيه، لا ابو الكوت هو اللي راح يتاثر اول شيء، ابو كربلاء هو اللي راح يتاثر اول شيء، ابو الناصريه يتاثر اول شيء، مع العلم انه حتى اذا وصلت لبغداد بشده اعلى
فبغداد ما راح تتأثر بالموجة الفيضانية. ليش؟ لأن المي خلاص انحسر وراح إلى الشانل الرئيسي اللي هو شانل نهر هجرة. فهذا هو المفهوم، ولهذا أنا ما كتبت لكم شيء هنا، لكن هو هذا المفهوم، نتخيلها بهذه الطريقة ونتخيلها بهذا الشكل. إذا لاحظ يا إخوان، هذه الأشكال بين الهايدروغرافس وبين الكاتشمنت اريا، لو نفترض انه هذه الكاتشمنت اريا هي نفسها، على سبيل المثال اريد اشوف انه حجم الكاتشمنت اريا او حجم الدرينج بيسن شلون راح يتاثر. لما يكون عندك الكاتشمنت اريا صغيره، تلاحظ البيك ديسشارج، هذه النقطه راح توصلك قبل ما توصل البيك ديسشارج لللارج كاتشمنت اريا. هذا الوقت راح يكون اقل من هذا الوقت، احنا نحكي على البيك، نحكي على القمه، لكن الماجنتيود راح يكون اقل من الماجنتيود للكاتشمنت اريا الكبيره. هذا بالنسبه للسايز او بالنسبه لحجم الكاتشمنت اريا. نجي على الفيجيتيشن او الغطاء النباتي، كل ما كانت الارض جرداء راح تكون كميه المي اللي راح توصلك اكثر أعلى من كمية المي اللي راح توصلك لو كانت مغطاة بالغابات. مع هذا أنه وقت وصول البيك ديسشارج بالنسبة للبير سويل أو بالنسبة للتربة الجرداء هو أقل من وقت وصول البيك ديسشارج بالنسبة للفورست. الستيبنس أو الانحدار، راح نشوف أنه لما تكون عندك الكاتشمنت أريا أو الفالي أو الشانل راح يكون ستيب أكثر، راح توصل الموجه الفيضانيه بوقت اسرع من ما كان الانحدار جنتل او الانحدار مايلد، وراح كذلك توصل الموجه الفيضانيه قبل ما توصل الموجه الفيضانيه بالانحدار الاقل. سويل تايب او الاربنايزيشن او اللاند يوز، راح نشوفها كيف راح تتاثر. الامبيرميبل لايرز او الامبيرميبل كاتشمنت اريا، راح نشوفها انه تنتج لك بيك ديسشارج أعلى من البيرميابل، وراح يكون وصول القمة يكون أقل أو وصول البيك ديسشارج يكون أقل من وصولها بالبيرميابل لاير. هذه الأشكال يا شباب جدا مهمة، ممكن نعمم عليها مرة ثانية، ممكن نعمم عليها الموفمنت، ممكن نعمم عليها الانتنسيتي، ممكن نعمم عليها الديوريشن، ممكن نطلع هواية أشكال من هذه الفاكتورات اللي عندنا ونخليها كأوجه مقارنة بين الاثنين. هذا الهايدروغراف وهذه العوامل اللي شرحناها هي العوامل المؤثره على الهايدروغراف. طيب شنو مكونات الهايدروغراف؟ هذا الهايدروغراف اللي انا عندي هو شنو مكوناته؟ يتكون الهايدروغراف بصوره اساسيه من ثلاث اجزاء رئيسيه. اول جزء هو نسميه الرايزنج لمب او الجزء الصاعد من الهايدروغراف. ثاني جزء وهو الأهم في دراستنا نسميه الكريست سيجمنت، يعني القمة. وثالث جزء ينطيني الريسيشن لمب. هذه شنو؟ هذا أول شيء، هذا الجزء اللي هو من النقطة M مرورا بالنقطة A صعودا إلى النقطة B، هذا نسميه الرايزنج لمب اللي هو AB. طبعا هنا أنا بعدين هذه بالمحاضرة الجاية راح نرجع نفصل الM، نفصلها عن الA ونفصلها عن البي، فراح يبقى عندي فقط الجزء الاي بي راح اني اسميه اللي هو الرايزنج لمب. هذا الرايزنج لمب هو المرحله الاولى من تركيز الديسشارج، او المرحله الاولى من تكون السيح السطحي او من تكون الجريان داخل النهر او داخل الشانل، فهو نسميه الكونسنتريشن كيرف او منحنى التركيز. لما اقول اني منحنى التركيز، هذا هو الجزء الاول اللي هو اسميه الرايزنج لمب الهايدروغراف. هذا طبعا هو شيء يمثل لي الزياده بالديسشارج، الزياده بالتصريف نتيجه الجراديوال بيلدينج، نتيجه التكون التدريجي للستورج شانل، او نتيجه التكون التدريجي ل كمية الماء أو للموجة الفيضانية داخل الشانل. لما تنزل كمية الماء من الكاتشمنت اريا تنزل إلى الشانل،
يبدي يتكون عندي هذا الجزء اللي هو أسميه الرايزنج ليمب، اللي مثل ما اتفقنا راح يكون اللي هو الجزء AB. الجزء الثاني راح يكون عندي الكريست سيجمنت اللي هو القمة، اللي هو البي سي، هذا هو البي سي. النقطة بي راح تكون هي قمة الهايدروغراف، اللي هي راح تكون البيك ديسشارج أو الجريان الأعظم. فهذه القمة هي جزء مهم جدا في دراسة الهايدروغراف. هذه القمة تنطيني معلومات عن حجم السيح السطحي اللي راح يجي، حجم الرانوف، ايش قد الكاتشمنت اريا راح تساهم لك من او يا جزء من الكاتشمنت اريا راح يساهم لك بالجزء الاكبر من السيح السطحي او من الران اوف. يعني مثل ما شفنا بالاجزاء الاولى انه هذا الجزء مثلا على سبيل المثال هو اللي راح يساهم لي بالبيك ديسشارج، لكن بالنسبه لهذا هذا الكاتشمنت اريا هذا الجزء هو اللي راح يساهم لي بالبيك ديسشارج. ولهذا انه هذه القمه هي اللي تنطيني او اللي تنطيني فد مؤشرات انه يا جزء من الكاتشمنت اريا هو اللي راح يساهم لي بالجزء الاكبر من الران اوف. يعني على سبيل المثال اذا انت عندك كاتشمنت اريا، هذه الكاتشمنت اريا، خلي ارجع الى هذا الشكل، هذه الكاتشمنت اريا اذا كان عندك مصدر تلويث هنا في هذه القمة أو في هذا الجزء، فإذا وصلتك كمية الملوثات بسرعة معناته أنه أنت عندك الملوثات أو هذا الجزء اللي به هذه الملوثات أو اللي به هاي العناصر سواء الفسفور أو النيتروجين أو غيرها وغيرها، معناته أنا راح أعرف أنه يا جزء هو اللي يسبب لي التلوث في النهر. الجزء الثالث اللي هو الريسيشن ليمب او الجزء النازل او الديبليشن مثل ما سميته، النغوص، هذا اللي هو يمثل لي الشكل او الجزء سي الى دي، هذا اللي هو نسميه الديبليشن. فهذا الديبليشن هو راح ينطيني فد مؤشر على نوعية تصريف او نوعية الآلية اللي راح يتصرف بيها الماء من الشانل، مدى ارتباط هذا الجزء اللي هو الشانل فلو مع البيس فلو او مع الجراوند ووتر. هذا كذلك راح اني اعرف من خلال نقطة التقاء هذا الجزء اللي هو السي دي، اللي هو نهاية او انحسار الماء في الشانل بالتقاء مع هذا الخط المنقط اللي هو البيس فلو. هذا راح يعطيني فكرة كلش واضحة على مساهمة المياه الجوفية بالنهر أو مساهمة المياه الجوفية على زيادة الرن أوف داخل الشانل. الهايدروغراف هذه جدا مهمة، في كل هايدروغراف راح نلقاها. مثلا على سبيل المثال لو أنت كانت عندك هذه المطرة خلال أول ساعة، لنفترض خلال أول ساعة راح تمطر الدنيا عندك بهذا المقدار، خلال ثاني ساعة راح تزيد المطرة، هذه هي ثاني ساعة راح تزيد المطرة، خلال ثالث ساعة راح تقل عندك المطرة. فحتى أني أرسم الهايدروغراف لهذه العاصفة المطرية، فراح تكون عندي أول ساعة راح يكون هذا الجزء اللي هو الرايزنج ليم، ثاني جزء اللي هي لما تكون عندي الزخة المطرية الأقوى أو كمية الماء أو الانتنسيتي أقوى أو الديوريشن أقوى، راح يتكون لي الكريست سيجمنت، تمام؟ ومن بعدها لما تنضب العاصفة المطرية أو لما تقل الزخة المطرية راح يبدي يتكون عند الريسيشن ليم، راح يتكون عندي هذا الهايدروغراف. فإذا أنا أريد أحسب لكل زخة مطرية أريد أحسب لها مثل هذا الهايدروغراف، أو إذا أريد أحسب لكل فترة من هاي الفترات، يعني إذا بس لهذه الفترة أريد أحسب لها الهايدروغراف، فلهذه الفترة الصغيرة راح يطلع عندي هذا الهايدروغراف الأول، للفترة الثانية اللي بعدها راح يطلع عندي الهايدروغراف الثاني، وإذا أريد أحسب للفترة الثالثة راح يطلع عندي الهايدروغراف الثالث. مجموع هذني الهايدروغرافات راح يطلع عندي الفاينل هايدروغراف
او الفاينل ران اوف هيدروغراف اللي انتج لي من هذه العاصفه المطريه. فمعناته انه لما العاصفه المطريه هنا انت تنتهي عندك، معناته راح اوصل الى القمه. مو شرط هذا دائما يكون، لا، مرات انه القمه مالت العاصفه المطريه ممكن تكون قريبه بهذا الاتجاه او هذا الاتجاه عن قمه الهيدروغراف. ف موضوع الارتباط بين المياه الجوفية وبين المياه السطحية أو المياه اللي تجري بالنهر، هذا نسميه البيس فلو سيبريشن، أو عملية فصل البيس فلو عن الشانل فلو، اللي هو راح نغطيها بالمحاضرة اللاحقة إن شاء الله. نكمل بعدين باقي تفاصيل الهيدروغراف. فهذه محاضرتنا اليوم يا شباب، محاضرة بيها كلام كثير، لكن المحاضرتين الثلاثة أو الأربعة اللي جاية راح يكون عندنا بيها نوعا ما أسئلة رياضية وأسئلة للحل. أكو سؤال يا شباب؟ لا سار، شكرا. أهلا وسهلا. طيب، غير المحاضرة، شلونك سار؟ بس على مود نفس الموضوع، بس دا استفسر منك اي نعم، تفضل. اي سار، بس بالنسبة للداون ستريم من الرسمة إن شاء الله، بالنسبة لواجب. نعم، مالت المنشآت. اي سار، اي استاذ اذا زين هو يأثر على اليمين او على اليسار؟ يعني هسه مثلا المفروض هسه يعني اذا نخلي الرسم على بالنسبة للداون ستريم على اليمين، ماكو مشكلة غير؟ لا لا، ما عندي مشكلة أنا، بس أنا السلوب يختلف عندك أنت بين طبعا الأب والداون. واحد إلى اثنين أستاذ، أوكي أنا هذا ما نعم عندي مشكلة بيه. نعم بس أستاذي، بس بالنسبة بالورقة يا أستاذ، إذا السكيل إيش قد ما أستخدم سكيل صغير ما راح يطلع، يعني أحتاج ورقة فد أي 3 أو أي 2. إذا عليش. مو السكيل مو أستاذ، بالنسبة بالسلوبات والقوس وأنزل جوه، أنا هسه مثلا بالورقة البيانية ما يكفي، يعني لا، كل ما أقدر اني اعتقد افتهمت وجهة نظرك، انه انت لما ترسم على ورقة اي 4 السنتر مالت الكيرف راح يطلع خارج الورقة. بالضبط استاذ، بالضبط خلي يطلع، اني السنتر اني هسه ما يهمني، بس خلي يطلع خارج الورقة. يعني انت مو استاذ. خلي الورقة مالتك على ميز، او اذا انت تريد ترسم بالاوتوكاد لو على ورقة انت. لا استاذ انا رايح باتجاه الاوتوكاد، بس هو ده اقول لك يعني الاوتوكاد وحتى اكسل اشتغل، استاذ بس ممكن انا هذا مداخلة؟ هذا أنا ما استاذ ممكن عندي، أنا ما مداخلة، عندي. نعم استاذ ممكن مداخلة، يقدر يخلي يعشق ورقتي، يعني شلون احنا نسوي بالخرائط حتى بالضبط السنتر ما يعبر بعيد ضمن بالضبط. الورقة مالته. شكرا استاذ، حتى إذا عبر عندك، إذا أنت بدك ترسم على ورقة، صح أنت تقدر تثبت الورقة مالتك على الميز، يعني على المنضدة اللي أنت تشتغل بها وعلى الميز اللي بدك تشتغل عليه. ثبتها وياك بتيف استاذ. شفاف، ثبت الرؤوس مالتها بتيف شفاف، وافتح الفرجال شوفه وين يوصل، خليه يوصل استاذ إلى بالنسبة منطقة كم معينة. القلة استاذ؟ والله نعم. اذا كم القلة هذا استاذ الحكي انكسر استاذ؟ الفرجال، اسمحي لنا صدق، اسمحي لنا لمياء، دقيقة الفرجال استاذ. انكسر استاذ. استاذ يعني المسافة كلش راح تصير كبيرة، انا مو عندي انا يعني هذا الموضوع الرسم بهذا الهيجي مستوى الفرجال صعب كلش، يعني اذا هسه سكيل قد ما ازغره، اذا ازغر السكيل استاذ ايش راح يصير عندي؟ التفاصيل ما راح تصير واضحة، نعم اذا صح. اكبره صار عندي مشكله بالموضوع الفرجال اللي هسه ستلم ياهم يعني طرقت له. انا اعرف انه اقدر اضيف، هو انا بدل ما اضيف ورقه لوخ اقدر اسوي اي خو اجيب عندي ورق، يعني اجيب اي 2 اي 0 اقدر اشتغل. بس نعم انا رايح باتجاه الاوتوكاد استاذ، ما عندي مشكله. بس انا استاذي بالنسبه للزوايا، اذا اشتغل على الجهه اليمين راح يطلع عندي اكثر من زاويه بالسالب. هنا انا اقلبها هنا أنا. لا لا، مو هي، اذا ترجع انت للمحاضره، انت ايه الزاويه، انت معناته انت بدك تشتغل على الجهه. انت هسه اذا ناخذ الجهه الاب ستريم، احنا ايش ايه قلنا؟ قلنا كل زاويه تنحرف باتجاه يسار الاوردينيت، هذا الاوردينيت ناخذها سالب. بالضبط. بس من تقلب الموضوع من هذا الجهه، كل زاويه تاخذ فهمت، يسار الاوردينيت راح تكون موجبه، يعني بالعكس تمام العمليه عندك. تمام تمام يعني حتى لو انا اذا بقيتهن، اسمح وماكو لي، مشكلة. حتى لو اذا ايه بقيتهن سالبات راح يطلع لك الفاكتور اوف سيفتي ناقصا 2،
2.1 عادي، ماكو مشكله. الاشاره السالب بعدين تروح بالفاكتور اوف سيفتي، الاشاره السالب راح تروح، لان راح يصير سالب على سالب راح يطلع موجب بالتالي. فاني هاي ما عندي مشكله بيها، لكن لما انت يعني تقلب الموضوع الزوايا كلها راح تنقلب وياك. نعم أستاذي هو